بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا على مشكلة دائما تصير بالجروب، هي مشكلة الليدات، باور الليدات، تخريج الليدات. دائما يقول لك الإنارة ماكو، رأسا نلاحظ بالتعليقات بأنه افتح الليدات افتح الليدات. فخلينا نشوف شنو المشكلة شلون نعالجها. طريقة فحص الباور هسه أنا مطي سيريس. أول شيء نتأكد من فولتيات الرئيسية اللي عندنا على الكونديسرات الرئيسية، راح نشوفها شقد 323. نجي على الثانية كونديسر الرئيسية 323، هذا معناته دا شوف هذا الخط هنا، معناته هاي مجموعة الباور كلها شغالة. إذا عندنا مشكلة هنا نرجع بالتدريج إلى البريج دايود. البريج دايود الاثنين بالوسط لازم كهرباء توصل ل 220، وهاي القطع المناية للزائد وهذا منا يصير الناقص. هذا الفيوز لازم يأشر عندنا بالقراءة. هاي الفيروستون لازم بالفحص ما يأشر عندنا، إذا أشر معناته ضارب. يعني هذا هنا تخريج الباور الرئيسي. نجي على الفولتيات الرئيسية شو راح نقيسها. دا تلاحظون هذني القطع 1 2 3، واضح 4 5، هذني 5 هذني فولتيات رئيسية نقدر نفحص من عندها الفولتيات. شلون طريقة الفحص؟ نخلي السالب هنا ونخلي الموجب هنا. لاحظ تقراننا 39 فولت 38. الثانية نفس الحالة، واضح. نجي على هذا تخريج 24 فولت، هنا تقرأ عندنا 21 بها غلط، هنا يهمين 20 21. نجي على هذا 9 يعني 12 فولت. إضافة إلى هذا مكتوبة هنا عندنا الفولتيات نقدر نقيسها هنا، بس هذا القياس السريع. بما أنه موجودة هاي الفولتية إذا التخريج هنا للليدات مضبوط. نجي هسه نربط الليدات مالتنا ونشوف ايش قد راح تسحب. لاحظ هسه اشتغلت الليدات، اشوف بالجرارة العكس مالته على ايدي، هسه اشتغلت تشتغل يا رابطها سيريس. لاحظ شلون الفولتية مالتها راح تقرا باوحه 66 باوع ترجع لانه على السيريس. اذا الفولتيات مالتنا ساحبه فولتية صحيحه. اذا عندك مشكله بهذا المكان اللي تخريج الفولتية، اخوان لقينا العلاج مالتها، طريقة كل سهلة وموجودة تقريبا بكل بيت. انا مسوي فيديو قديم على طبلة المصباح، هسه لقينا طبلة احسن من عدها وناجحة 100% وتربط على كل القياسات 32 42 50 55 وناجحة 100% وجربناها واشتغلت لفترة طويلة. فحبينا ننوه على هاي المشكلة اللي دائما تتداول بالجروبات. وشكرا لحسن الاستماع.